ديال التزكية اللي هي تارت عدة يعني ادعاءات بأنه بعدم التوصل بالتزكية أو هذا الأمر هذا غير وارد. والحمد لله التزكية راها خديتها البارح بالأمس عند السيد أمين العام، وبالنسبه لي ما كانش عندي مشكل اطلاقا في هذا الامر هذا، واخا كان التداول ديال مجموعه ديال المواقع وهذا ما عرفش منين خداو هذا الخبر هذا. واللي معروف على انه بالنسبه لي انا فيما يخص الحركه الديمقراطيه الاجتماعيه هو من المؤسسين ديال الحزب وعضو المكتب السياسي، وكان من الصعب بكثير انه باش الامين العام يعني يكون عنده شي تنسيق مع حزب اخر بعدم اعطاء التزكيه ليا. كان هذا امر صعيب بزاف وما يمكنلوش يخضع له، وبالتالي الموضوع ديال التزكيه انتهينا الامر ديال البارح ما بقاش مشكل مطروح. وهذا امر عادي. دابا حنا بالنسبه لهذا الامر ديال الاخبار الزائفه كاين مجموعه ديال المجالات الله يهدي البشر، حنا ما بقيناش نعتمدوا بالخبر اليقين ولينا غير خبر السمع، غير اللي يسمع شي حاجه يمشي يشيل حتى هو يقولها، اما انسان يجي يتيقن منها ويتيقن من الخبر من المصدر من 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 المعني بالامر هذا الشيء غير وارد. اللي يسمع شي خبر تيطلقوا والله يسامح الجميع الشيء اللي غادي نقول. المجال السياسي في قطر الساعه صعيب بزاف، يعني خاص واحد مجهود كبير باش توافق ما بين الفرقاء اللي كاينين كاملين، يعني ماشي امر سهل. الحمد لله حنا بالنسبه للفريق ديالنا اليوم الاخوان تيتواجدوا فيه اخوان اللي هما عندهم تجربه اولا، ثانيا الناس اللي هما متعفين على مجموعه ديال الامور، وبالتالي ما غيكونش عندنا الحمد لله مشكل في المستقبل لهذه المدينه هذه. خاصه انه ملي تسمع مجهود الاعضاء تيقول لك حنايا يعني بالنسبه للمسؤوليه نتعاونوا، ولكن المسؤوليه حنا منزهين عنها اللهم الا احتاجيتينا. دونك هذا الامر هذا هو غادي يسهل بزاف ديال الامور، والحمد لله ما غيكونش شيء مشكل في التكوين ديال المكتب الجديد، وغادي تكون عناصر منسجمه، وغادي يكون واحد تحالف قوي ان شاء الله، غادي يكون خير لمدينه قنيطره. ما تنساش تشارك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد من جريده العالم 24.